أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا نخرج على قومي من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة ناتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وسكا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عسيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا نذكر في الكتاب مريم إذ اعتبذت من أهلها مكانا شرقيا نتلحذت من دونهم حجابا وارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سميا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين لنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المحاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا ناسيا فناداها من تحتها ألا تهزني قد جعل ربك تحتك سريا نهزي إليك برزق النخلة تساقط عليك رطبا جنيا نكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا نقول إني نذرت للرحمن صوما فلن نكلم اليوم إنسيا نادت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بعيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم ما كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت نوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم واختلف الأحزاب من بينهم لويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا
يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عسيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي خفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا لم نعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب لكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا نذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وحلف من بعضهم خلق نضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا ما كانت تقيا لما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبد واصبر لعبادته هل تعلم له سميا ليقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا ولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا وربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جسيا ثم لنازغن من كل شيئة أيهم أشد على الرحمن غتيا ثم لنحن أعلم الذين هم مولى بأصليا لئن يكن إلا وارد وكان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكما لكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا كل ما كان في الضلالة فليمدن له الرحمن مدا ندى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ليزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ندرس ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا
فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا نقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا دكال السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا هدا للرحمن ولدا لما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا للرحمن عبدا إلا للرحمن عبدا لقد أصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.